دفع الغضب من أحكام براءة بعض القوى الشبابية والثورية للتوجه إلى ميدان التحرير حيث مهد ثورة يناير احتجاجاً على تبرئة مبارك ورموز نظامه. اللي هيدمر مصر القيادة السياسية اللي ماسكة دي، هي اللي ضحت بالبلد عشان تبرأ حسني وتدمر البلد، هديك شايفة. بعد صدور الحكم بدأ المحتجون يتوافدون على الميدان ونشبت مناوشات بينهم وبين عدد من المؤيدين لمبارك وللرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ولم تمر سوى الدقائق حتى تلاشى الفريق الأخير عن المشهد. أقرب نقطة وصل الشباب إليها هي ميدان عبد المنعم رياض بعدما أغلقت قوات الأمن ميدان التحرير. أمام قوات الجيش والشرطة المصطفى في وجه المتظاهرين تعالت الهتافات المطالبة بإسقاط ما سموه بحكم العسكر. ردد المتظاهرون هتافات منددة بالحكم وطالبوا بالقصاص من مبارك ورجاله الحاصلين على براءات بالجملة من القضاء الشامخ بحسب وصفهم. وقرب الميدان الذي سالت عليه دماء الشباب المطالب بالحرية خلال ثورة يناير وقف المتظاهرون مصدومين من الحكم الذي يبدو أنه أطاح بأحلام ثورتهم. كان الحكم صادما لعدد من الأحزاب والقوى السياسية والثورية التي دعت أنصارها للنزول إلى ميدان التحرير. أبرز هذه القوى هي حركة السادس من إبريل وحزب مصر القوية وحزب الدستور المجلس الثوري المصري وتحالف دعم الشرعية وحركة طلاب ضد الانقلاب. رغم أن المتظاهرين على بعد أمتار من ميدان التحرير إلا أنهم على ما يبدو بعد هذا الحكم أبعدوا ما يكونون عما كانوا يصبون إليه قبل 3 أعوام من عيش وحرية وعدالة اجتماعية. احنا اسقطنا شخص، ما اسقطناش نظام. النظام زي ما هو، الفاشية زادت اكتر، القهر زاد اكتر، ويسقط حكم العسكر.